ينضم معنا اللواء محسن خصروف، أهلا بك. في ذكرى مجزرة العلم، لماذا تستمر الإمارات في انتهاكاتها ضد الجيش والدولة اليمنية؟ شكرا جزيلا، السلام عليكم. هذه هي المذبحة الثانية بعد مذبحة العبر، ثم تلتها عتق. القضية الملمح الرئيسي الذي حاصل الآن أن التحالف، ولا تقولوا الإمارات، إمارات زائد السعودية يساوي واحد، وكل ما تعمله الإمارات متفق مع المملكة العربية السعودية وعلى مرأة ومشهد منها، أن هذه الوحدات التي تقصفها الجيش الوطني هي الوحدات التي ترفع راية الثورة والجمهورية وتدافع عنها. تبنى أهداف ثورة 26 سبتمبر، فيما القوة أو الوحدات العسكرية مثلا دخلت عتق، دخلت لتدوس العلم اليمني بالأحذية وتسقطه، وكذلك فعلت في معاشيك في ذكرى الوحدة، وكذلك فعلت في بعد مذبحة العلم. نعم، يعني المستهدف فكش الشمال بما يعنيه من الشمال أو الجيش الوطني بما يعنيه الجيش الوطني، كان المستهدف نظام سياسي بهوية وطنية محددة، الجمهورية اليمنية، علمها، رموزها، هؤلاء الناس استهدفوها بشكل غير عادي. وانا كان هذا اقوله لفخامه الرئيس رشاد العليمي، وقلت من قبل الرئيس عبد الرب منصور هادي، ان القوى البديله تقتل من يتبنون مبادئ واهداف ثوره 26 سبتمبر، النظام الجمهوري، الجمهوريه اليمنيه، ويحملون رايتها، وان الاتون او التالين ما يحدث في المذابح هم من داسوا على العلم الوطني بأقدامهم وتباهوا بهذا وأذاعوه وأعلنوه. المسألة هنا ما هي مسألة يعني مجرد قصف، المستهدف مشروع الجمهورية اليمنية، الوحدة، ثورة 26 سبتمبر، نعم، إذا مستواها الجمهوري. إذا العديد نعم سيدة اللواء، العديد من المجازر وإهانة العلم الجمهوري، ما المانع لوضع حد لتدخلات لهذه التدخلات وهذه الأعمال المشينة في اليمن؟ من الذي يضع حد يعني؟ المجلس الرئاسي والحكومة. المجلس الرئاسي هو من أعطى توجيهات بالهجوم على عتق بقوة عسكرية وصلت إليها لتدوس العلم اليمني. نعم. إذن هل يمكن تصحيح العلاقة مع دولتي التحالف وإعادة بوصلتها نحو استعادة الدولة، أم أن الأمر قد فات؟ المفروض، هذا ما نتبناه، وأنا قد حدثت في أكثر من مرة في قنوات ومنها قناتكم المحترمة. نعم. أن المطلوب الآن استنهام القوى الوطنية اليمنية، رجال الحل والعقد، مشايخ وقبائل اليمن، قادة الأحزاب والتنظيمات السياسية، الاتحادات والنقابات المهنية، المجتمع المدني بشكل عام، هؤلاء لابد أن يكون لهم الآن وقفة وطنية جادة شاملة تستعيد فرص أو فرصة إعادة بناء اليمن وإعادة الهوية السياسية والوطنية اليمنية. لابد أن يتم هذا، وهذا معناه بالضبط تصحيح مسار العلاقات مع التحالف العربي الذي جاء ليعيد الدولة الشرعية إلى اليمن، لكن ما مارسه من أعمال يومية وأسبوعية وشهرية وسنوية حتى هذه اللحظة لا يصب إلا في الاتجاه المعاكس، وأن من أكبر بل أكبر المستفيدين من التحالف هم جماعة الحوثيين الذين يقاتلون من الجيش الوطني الأزدي مأمن. نعم، برأيكم سيادة اللواء، ما هي التنازلات التي ستقدمها الحكومة في سبيل إعادة بوصلة التحالف في اليمن واستعادة الدولة؟ الحكومة اليمنية قد قدمت الشيء الكثير يعني من التنازلات، سواء للتحالف أو للحوثيين. المطلوب الآن أن نقف نحن وأشقائنا في التحالف العربي على كلمة سواء،
نعم. تجمعنا مصالح مشتركة. اليمن هي الحديقة الخلفية للخليج العربي والجزيرة العربية والسعودية. أمن الجزيرة العربية يرتبط مباشرة بأمن واستقرار اليمن. مصالحهم ودوامها واستقرارها ورسوخها وتطورها يرتبط تماما بالاستقرار والأمن في اليمن والسيادة لدولتها وقدرة وإمكانيات السيطرة عليها وحقها في استخراج الثروات المعدنية والسيطرة على منافذ البرية والبحرية والجوية والسيطرة على الصلاة وإدارة الدولة المدنية الدولة اليمنية وإدارة مطاراتها وموانئها ومنافذها البرية أن تكون للدولة الشرعية من السيادة كاملة على الأرض اليمنية. هذا يعني أن تتحقق لدول الحرب مصالح استراتيجية كبرى مشترك. نعم. بدون هذا أول من يتهدد أمنيا هي دول التحالف هم التحالف. نعم. إذا كان معنا عبر الهاتف الخبير العسكري اللواء محسن خصروف، شكرا جزيلا لك.